هاد السيده هادي ساكنه هنا في ساكنه في الزنقه في هاد البلاصه هادي من قبل رمضان، هادي شهور وهي ساكنه هنايا وكانت حامله. كنشوفوها كيتعاطفوا معاها من الناس ديال الحومه وهاديك الشيء. صافي وهاد مؤخرا هذا اسبوع بالضبط جاها الوجع بالليل، مشات ولدات. قلت انا صافي فاش مشات ولدات راه السبيطار هما اللي غيتكلفوا بداك البنيته وغيتكلفوا بالام كذلك. بعد يومين كنتفاجئ بالكونسيرج ديالنا تيقول لي راه السيده رجعت معها بنيته صغيره. جيت عندها شفتها تكلمت معها تعاطفوا معها عاود الناس وديك الشيء. صافي بقات فينا البنيته ولكن ما هادي شي 3 ايام انا ناعسه تنسمع البنيته كتبكي مع 4 الصباح كتبكي ما فريمون. هبطت لبست حوايجي وهبطت لعند البنيته لقيتها كتبكي فيها الجوع امها مسكينه ما لا حول لها ولا قوه. قبضت من عندها البنيته خديت داك لو ريسك ديال ناخذ البنيته خديتها طلعتها لداري ومع الصباح جبتها لها رضعتها وعاوتاني رديتها للدار وقلت ضروري خصنا نديروا شي حاجه لهاد البنيته انا ما يمكنليش نحتفظ ببنت هكا قانونيا ما يمكنليش. طرقت بزاف ديال الابواب ديال الجمعيات كاين جمعيات اللي كيقول لك ما يمكنليش نقبض البنيته وهي خص من موان دو 3 كيلو. عيطت لجمعيات وحدين اخرين قال لك خصنا نقبضوا البنت الى ماما. هي ما باغياش تالتيغنا ما باغياش تحبس في شي جمعيه باش تقابل بنتها، بغات بنتها تحط يرعاها شي واحد وهي تبقى تطلل عليها. المهم في اخر المطاف سيدي مع 6 د العشيه 7 ونص د العشيه المهم بعد اخذين ورد وديك الشيء عطاونا باش نديوها لمؤسسه لاله حسنه. ديناها لمؤسسه لاله حسنه قبطوها من عندنا داروا لها لا كونسلطاسيون كيلفوا هذيك الشيء دوزوا للبنيته قالوا لنا بسلام عليكم. قلت انا للسيده واش ممكن نرجع نشوف هاد البنيته حيت الام هذه مسكينه اللي قبلتك كترغبني وكتقول ليها خالتي واش ممكن واش تبقاي تديني نشوف بنتي وعدتها. وانا حاسه انا كنتكلم كأم اولا وكمواطنه مغربيه ما يمكنش نسكت على حاله بحال هذه. قالوا لنا صافي الله يعاونكم قال ما يمكنش تشوفوا البنيته. قلت ربما هذا لو لوندوما البارح في الصباح كنتصل بالجمعيه تكلمت معايا واحد السيده بواحد اللونغاج مي فريمون ما كيهمنيش اللونغاج باش تكلمت معايا بقدر ما كيهمني مصلحه هذه البنيته. تكلمت معاها قلت لها لا الله يخليك راه جبنا واحد الضيفه عندكم البارح واش ممكن نجي نشوفها انا وماماين البنيته. قالت لي دخلي سوق راسك بهذه العباره دخلي سوق راسك وماشي شغلك. لو ليان اللي كيربط البنيته ما تقطع فاش دخلتوها للمؤسسه. انا كنطالب بحاجه وحده هو الام يكون عندها الحق تزور بنتها وتعرف بنتها فين تحطات. شكون اللي غيتكفل بها من حقها حيت ولدي كلشي كيفوت. هاد البنت اللي عندها دابا 23 عام غيوصل واحد الوقيته غتولي عندها 40 عام غتولي عندها 50 عام غدير عقلها ربما غتندم على داكشي اللي دارت وكلشي كيغلط ليغور تيومان كلشي كيغلط حتى واحد ما معصوم من الغلط. غير حتى لا بغات تقلب على بنتها تعرف فين تقلب عليها ماشي عاد نبقاو نقلبوا حنا على برامج وحده اخرى ها دوزيمها مختفونها بيردو دو فيو باش ام لا خص لا تراسابيليتي تبقى ديال البنت فين تحطات وفين كاينه. هادشي اللي كنطالب به فقط ما كاين حتى شي قانون اللي غيمنع ام باش تمشي للزياره حق الزياره تشوف بنتها فقط. هادشي ولدي اللي كنطالب به. انا ما قادش نحطها في الزنقه وهادي واش نشوفها تعيش حياه مزيانه وهادي ولكن ما يمنعونيش من ما ناخذش بنتي دار ولا نشوفها. هل بكيت؟ بقيت ما مقدرش نتفرق عليها ولفتها مبقاش يجيني النعاس كنت معاونه كنشوف انا طالبه منهم ما بغيت نشوفها بنتي انا ما طالبه منهم والو ما تنشوفها فين نشوفها فين محطوطه هادشي اللي بغيت انا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.